قال لأنه أجاب في المحنة، محنة خلق القرآن، مجرد أن تجيب أنت مبتدع، على طريقة أحمد الإمام أحمد رضي الله عليه، طريقة عجيبة من أعجب الطرق. الإمام أحمد كان يقول: إن قلت القرآن مخلوق فأنت مبتدع، وإن قلت القرآن غير مخلوق فأنت مبتدع. أي الإمام الكرابيسي العلامة الشافعي الكبير صاحب التصانيف الجليل، الإمام شيخ الكرابيسي، قال: ماذا نفعل بهذا الصبي؟ كان أسلم من الإمام أحمد. قال: ماذا نفعل بهذا الصبي أحمد؟ إن قلنا مخلوق قال بدعة، إن قلنا غير مخلوق قال بدعة. طبعا كلمة عظيمة، ما كان ينبغي أن تقال في إمام كالإمام أحمد، أن تقول صبي. هذا السلف، السلف ليسوا أنبياء، انتبهوا، النبي شيء مختلف، النبي شيء مختلف، حتى الصحابة شيء مختلف، لا يختلفون عن رسول الله. الرسول طبقة وحده في تعبيره، في قسطاسه، في عدله، في ألفاظه. يا أخي الرسول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة مش ابن المدينة، مش فلان. في نهاية المطاف الأسوة المطلقة الرسول، غير الرسول أسا وقدوات بمقدار، بمقدار بشوف بوزنه، بعيره على المعيار. من المعيار؟ الرسول. لا، هم جعلوا أحمد أعظم أسوة. إيه؟ نعود، المعلومات تشتتني. المهم، قال: ماذا نفعل؟ ماذا نفعل مع هذا الصبي كذا؟ هذا تعبير في غير محله، غفر الله لنا ولهم أجمعين. لكن هكذا أئمة، لأنه لم ينظر إلى أحمد كما تنظر أنتم إليه اليوم، أو كما نظر إليه الحنابلة في عهدي وبعد عهدي. شافوا إمام من أئمة المسلمين، رجل فاضل، ولكن إيه؟ عنده خطأ وتعصب في مسألة إيه؟ خالق القرآن الكريم. قال: هذا كلام فارغ، وصفه بالصبي، وهذا لا يجوز. على كل حال، فلما بلغت هذه الكلمة، لما بلغتها من الإمام الكرابيسي لمن؟ ليحيى بن معين، قال: لعنه الله. أيه، يجن جنونهم إذا لعنت. أيه، السلف يلعنون ويلعنون إيه في أشياء لا تستأهل اللعن. الكرابيسي قال: حيرنا أحمد، قلنا مخلوق قال بدعة، قلنا غير مخلوق قال بدعة، إيش نعمل يا أخي؟ قال لك بدعة. أجوا ناس تانين قال لك تتوقف، مبتدع كمان. قلت: أنا ما بعرفش مخلوق غير مخلوق، مبتدع. حيرتونا على المضبوط يعني، فعلا ما عدنا نعرف مخلوق غلط غير مخلوق غلط، مش عارف غلط، ايش نعمل يا اخي؟ لا، اقطع لسانك واذبح قلبك وعقلك، خلاص اصبح، لابد ان تصبح صخره لا تفهم شيئا. طريقه عجب هذه يا اخي في العلم وفي الدين، تدين. قال لك الواقفي، الواقفي الحارث بن اسد المحاسبي، من السلف الصالح الحارث، معروف، رجل متزهد من اوائل المتصوف المصنفين، وكان صاحب حديث يعلون من شأنه. يقول لك: الحارث بن أسد لما مات أبوه لم يرثه، قال: مش حاخذ من تركة أبي ولا درهم. ليه يا إمام؟ قال: لأن أهل ملتين لا يتوارثون. أبوك رجل صالح، كان رجل يعني إيه، بيحب العلماء ويحب الصلاح، وإنسان طيب وعنده رأي، من أهل العلم في الجملة. أبوك يا حارث قال: لا، كان واقفيا. كان يقول: أنا ما بعرف، مش هتكلم في المسألة هذه، القرآن مخلوق غير مخلوق ما بتكلم. قال: هذا كأنه كفر. أستغفر الله العظيم، بتكفر المسائل هذه؟ وقال لك ما فيش عنده تطرف، هاي بذور التطرف، انتبهوا. الذي يتربى على هذا الفكر باسم أنه يدرس المنهج السلفي، ونحن ندرس منهج السلف الصالح، منهج السلف، هذا منهج السلف، هذا واحد هو منهج السلف. طب هناك أي ألوان أخرى في إيه؟ في منهج السلف أفضل من هذا بكثير، أفضل من هذا وأبعد منه بعد السماء من الأرض، فيها مندوحة وفيها تسامح وفيها سعة صدر. قال لك: لا، أهل ملتين لا يتوارثون. أبوك كافر يا إمام؟ قال لك: ما كان واقفيا. قال: ما بعرف القرآن مخلوق غير مخلوق، أنا ما أخذ من تركته. هذه كارثة، هذه كارثة. ونعود إلى الكرابيسي، نعود إلى الكرابيسي، ماذا قال يحيى بن معين؟ يحيى بن معين بلغته كلمة إيه الكرابيسي في الإمام أحمد، غضب، قال: لعنه الله، ما أحوج أن يضرب. قال: لازم ينضرب هذا، تضرب إمام؟ شيخا كبيرا، علامة، ملا الأرض علما وفقها، من عيون السادة الشافعية. الإمام الذهبي، وهذا من اللافت اللطيف، في آخر ترجمة الإمام الكرابيسي، تعرفون ماذا قال؟ قال: في هذه المسألة، هذه المسألة الحق كان مع الكرابيسي مش مع أحمد، تفضل، ولكن أحمد أراد أن يسد الباب فسد الباب أنت كمان. ليه يا حبيبي؟ ليه؟ مسألة علمية هذه، تقول الحق معه. تعرفون مثل ماذا؟ مثل ما حدث مع أبي عبد الله البخاري رضوان الله عليه. يعني البخاري ابتلي، الناس يظنون البخاري كان مقدسا دائما عند الكل، لا 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 لا، البخاري في عصر لم يكن مقدسا عند الكل. وعلى فكرة ما في مقدس إلا المقدس، البشر لا يقدسون، انتبهوا، ما تقول لي بشر مقدس، شو مقدس يعني منزه؟ ما في منزه، هذا كله كلام فارغ. على كل حال، البخاري رضوان الله عليه إمامان جليلان من أعظم الأمة،
وصديقان له، وأخذ من علمه في البداية، وسمع منه الحديث، أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، كلاهما من ري بلاد فارس، وهما عصريان للإمام أحمد، وفي رتبته من أعظم الأمة على الإطلاق. هذان جرح الإمام أحمد، قالوا عفوا جرح الإمام البخاري، قالوا مشتقى عندنا خلاص، مش صحيح البخاري، البخاري كله على بعضه ما عاد نقبله، خلاص انتهى، أغلق هذا الملف. إيش هذا الإمام يا أخي؟ هذا البخاري حامل لواء الصنعة، البخاري هذا مش أي إمام. حنشوف ليه. تقرأ في المجلد السابع صحيفة 91 و100، المجلد السابع أو الجزء السابع 191 من الجرح والتعديل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ابنه رحمة الله عليهما، يترجم الإمام البخاري في أقل من 4 أسطر. تخيل البخاري ما لهش أي وزن، يعني أساس هذا ظلم، والله هذا ظلم لا يرضاه الله تبارك وتعالى، في أقل من 4 أسطر. وأين؟ في آخر من اسمه محمد واسم أبيه إسماعيل، في آخر قائمة محمد إسماعيل، آخر واحد البخاري، إمعاناً في الاستخفاف به وتجهيله، كأنه مجهول يعني ملوش قيمة بالمرة، إمعاناً في تجهيله والاستخفاف به، فيكتب في 4 أسطر محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، ورد عليهم الري سنة 250 قبل وفاته ب6 سنوات، وسمع منه أبو حاتم وأبي، وروى هو وذكر 4 أو 5 من شيوخ إيه؟ البخاري، وبالذات بعض هؤلاء كان مغموزاً في موثوقيته كلام، كأنه تعمد هذا، والبخاري شيوخه بالمئين بالمئين، أتى ب5 بعضهم مغموز مطعون عليه شوية، مثل ابن أبي أويس، مثل إسماعيل إيه؟ ابن أبي أويس، قال روى عن فلان وفلان وفلان، ثم قال وترك أبو حاتم وأبي الرواية عنه لما وصلهم كتاب محمد بن يحيى وهو الذهلي. لما وصلهم كتاب محمد بن يحيى الذهلي من نيسابور أنه أظهر عندهم القول في مسألة اللفظ. شو القول في مسألة اللفظ؟ يعني لفظي بالقرآن، أنا حين أقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، هذا اللفظ الذي أتلفظه مخلوق أو غير مخلوق؟ الفاضي يا أخي، نفسي حروفي تخرج من بين أسناني ولساني ولهوات، ما المشكلة؟ البخاري طبعا أحرج رضوان الله عليه، 3 مرات سألوا وهو لا يريد، في الأخير أحرج في المجلس، ومحمد بن يحيى موجودا كان بالعمدن، أتى مع تلاميذه وسؤل، فقال في رواية وهذه مشهورة عنه، ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. مبتدع مبتدع أنت، عكس قضية أحمد، عكس إيش شيخك الإمام أحمد، مباشرة شهر به البخاري مبتدع ضال مضل، بدعة رهيبة، اتركوه اهجروه، فاسق لا غيبة لفاسق، دمروا الرجل البخاري، دمر مسكين. تعرفون ماذا حدث؟ بدأ الناس ينفضون على البخاري، ينفضون ينفضون، حتى لم يبقى معه إلا تلميذه مسلم فقط، بس الإمام مسلم بقي وفيا له، قال أنا عند شيخي، شيخي ما هو ضال ولا مبتدع. طبعا الآن من وراء 1400 سنة أو 1000 تقريبا و100 سنة وقليل، الحق مع من؟ مع البخاري، حتما حتما لفظنا مخلوق يا أخي، شوية قديم كمان، ألفاظنا قديمة، لا ما نقولش لا قديم ولا مخلوق، اسكت لا تقول لا هيك ولا هيك يا أخي، ايش ما أقولش، عملية واضحة. شفتوا التعنت يا أخواني؟ في تعنت، في تشدد، شيء غير مقبول. على كل حال أعود أقول الأمر لم يكن دائما على هذا النحو، لم يكن دائما ومع الكل على هذا النحو، في اختلاف